مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير وبكل الخير. نبدا وننطلق حلقه جديده ومساء جديد من برنامجكم ايناس والناس. في بدايه الحلقه خلوني ارحب بزميلي العزيز الاستاذ اسامه اولانين. اشكرك زميلتي ايناس، شكرا لحضرتك النهارده، وعايزه اشكر ضيوفي الكرام منوريني في استوديو الصحه والجمال. اهلا وسهلا بيكم. أعزائي المشاهدين، زي ما تعودنا مع حضراتكم ان احنا في برنامج ايناس والناس بنناقش المشكلات والتطورات المستجده على الساحه، وبنحاول نوصل المشكلات بشكل سلس وبسيط للجمهور، وبنناقش كل التطورات اللي بتجد علينا في مصر وعلى المستوى المحلي والدولي. في الحقيقة أن آخر التطورات الموجودة عندنا في الوقت الحالي هي عودة وظهور مجددا الفيروس اللعين، فيروس كورونا. مشكلة الكورونا بعد ما كنا انتهينا منها بدأ الموضوع يرجع تاني الفترة الأخيرة، وده بيسبب بعض القلق والذعر في البيوت المصرية. ولكن في الحقيقه ان مصر من اكبر الدول الموجوده اللي حاليا بتواجه الفيروس بطرق متطوره وحديثه. حضرتك استاذ اسامه طبعا متابع معانا تطورات طبعاً فيروس كورونا. منظمه طبعاً الصحه العالميه كمان اشادت بجهود مصر والسلطات المصريه، وايضا قالت ان السلطات المصريه استطاعت السيطره بحرفيه على بالزبط الفيروس. كمان عندنا الفترة دي مصر بتعيش استحقاقات مجلس النواب لعام 2020. خلينا نقول رسالة للمواطنين في كل مكان، صوتك أمانة. احنا دلوقتي داخلين على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2020، صوتك أمانة في بلدك. طبعا دلوقتي احنا عارفين ان في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر التطور في كل شيء، في كل امر بنعيشه هو عصر التطور. دلوقتي المواطن المصري بقى ليه حريه التعبير، المواطن المصري بقى ليه حق ان هو يشارك ويقول رايه عشان يكمل الحياه السياسيه ويبنيها بالشكل اللي احنا منتظرينه دايما من سياده الرئيس. ايه رايك زميلي اسامه في الموضوع والمستجدات علينا في انتخابات مجلس النواب لعام 2020؟ طبعا احنا الاستحقاق الاخير لمجلس النواب، طبعا بعد ما مرينا بمجلس الشيوخ والمرحله اللي فاتت وقدرنا ان احنا نعديها بسلام، دلوقتي احنا عندنا الاستحقاق اللي هو الاخير بالنسبه لنا اللي هو مجلس النواب. وانا شايف الدوله قادره جدا 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 ان هي تمر العمليه الاخيره ديت بسلام ان شاء الله، ويبقى لنا المحليات بقى ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله زي ما تعودنا مع حضراتكم ان احنا في برنامج ايناس والناس بنناقش مشكلات المواطنين، وبنحاول جاهدين ان احنا نقف ونكون جاهدين على حلها. والحقيقه ان جميع المسؤولين بيتواصلوا معانا وبيكونوا عندهم سعه الصدر والترحيب بالمشاكل، وبحقيقه كل المكاتب وكل التليفونات بتبقى متاحه معانا وهم عايزين يحلوا المشاكل، بالعكس عايزين يسمعونا اكتر. تواصل معانا مجموعه من مدينه دمنهور من منطقه ابو الريش بخصوص مشكله تخصهم. في الحقيقه احنا استضفناهم معانا النهارده، وبرحب بيكم في بدايه الحلقه. اهلا وسهلا بيكم. عايزاكم تعرضوا معايا المشكله اللي تواصلتم معانا بشانها بشكل سلس وبسيط، ويعني ايه نوضحها للساده المشاهدين. وبعد ما طبعا نتعرف معانا الحاج رضا ابراهيم والحاج اسامه زكريا. اسامه عبد السلام. اسامه عبد السلام، اهلا بيكم. بنرحب طبعا بحضراتكم. اهلا وسهلا. ودلوقتي احنا هنستمع للمشكله بتاعتكم. انتم من اهالي دمنهور منطقه ابو الريش، وانتوا عندكم في مشكله وعايزين تعرضوها. اتفضل اتفضل. احنا قاعدين ساكنين في حي ما اسمه مثلث الخوالجه. تمام. من هنا سكه حديد ومن هنا سكه وحي كبير يعني مش صغير. تمام. من هنا سكه حديد ومن سكه، واحنا رخصنا على الشارع 12 متر وبدينا على الشارع 12 متر. الترخيص كان امتى يا حاج رضا؟ الترخيص هو كان الشارع 2011 2012 كان 15 متر. تمام. يعني هو الترخيص 15 ومعاه مستندات. 2011 2012 كان 15 كان الشارع 15 في رخصتين في الشارع ب 15 متر. طيب ايه اللي استجد يا حاج رضا؟ 2014 تمام يوم قال له هنبنوا ايه محلات لو على شريط السكه الحديد، وجينا حطوا باون على السكه الحديد 96 محل. تمام. شويه وقالوا لا ده احنا هناخد 3 متر من الشارع من 15 هنخلوه 12. يعني معلش يا حاج رضا بس انا عايز اسال سؤال، ده كان في سنه كام بالظبط؟ 2014. لا حضرتك بتقول هيبنوا يعني على حرم السكه الحديد يا فندم؟ ولا فين بس؟ عايز اوضح حرم السكه الحديد على حرم السكه الحديد. على حرم السكه الحديد. على حرم السكه الحديد. تمام. بتعمل محلات؟ كان هيبنوا محلات. ايوه. طول الطريق كام يا حاج رضا؟ طول لا ده بتاع كيلو يعني هو طريق كبير. سكه حديد. اتفضل حضرتك اتفضل. جينا 2014 قال لك لا الشارع بتاعكم بقى 12 متر هنرخصوكم على 12 متر. فعلا في 10 تراخيص هم ترخصوا على 12 متر واثنين مترخصين على 15 متر. تمام اتفضل. وجينا في 2020 جاء
قال فجونا كده، لكن حفارات جايه تشتغل وبتاع، ايه ده هيبنوا مساكن؟ ما هينضفوا لنا المنطقه وهيعلوا لنا المنطقه. مفيش بعد منها بساعات ومن يوم العمل لقينا شرطه السكه المواصلات وقفوا الشغل. شرطه قصدك شرطه السكه الحديديه؟ تمام يا حاج الدكتور. وقفوا الشغل مع المجاور. تمام. انا راجل عندي 60 سنه. تمام. ما شفتش مسؤول خد قرار من 12 متر في 12 ساعه ل 8 متر. طب انا معلش بس حاجه رضا، هو استند ليه؟ معانا صور يعني صور. لا استند ليه يعني؟ هو استند ليه؟ موجوده على الشاشه. انا من عزني الصور معانا موجوده. دي الصور حاج رضا، دي الصور معانا اللي موجوده. ده الشارع، ده الشارع بتاعنا. تمام. ده الشارع. وده السكه، وده السكه الحديد. هي قدام مننا سكه حديد بالظبط. تمام. اهو الشارع بتاع اهو. تمام. شوف سيادتك الشارع من 15 متر ولا 12 متر بقى حاره. بالظبط. بقى حاره بالظبط. يعني بالله عليكم اي مسؤول لو الشارع 8 متر ويسكن فيه 400 وحده زي دي و70 محل خلاف الاهالي اللي فيه، هل ينفع فيه العيشه بعد قبل بعد كده؟ طيب انا شايف بدايه، لا انا شايف بدايه بعد اذنك زميله ايناس، ان هو في اساسا كده في مخالفه لقانون التنظيم البناء الموحد، مظبوط كده يا حاج رضا؟ اللي هو القانون اللي احنا اللي ايوه بالظبط 119 لسنه 2008. مظبوط. طيب حضرتك نشدت مين او اتعاملت ازاي؟ جميع المسؤولين في محافظه البحيره. تمام. ما خليتش باب لما دقيت عليه. جميع المسؤولين. طب يا حاج رضا معلش، يعني دي منفعه عامه وهيعملوا مساكن للشباب، مساكن اقتصاديه، مساكن كوارث. يا سيدي على العين وراسي. ولا هيتعمل ايه؟ انا عايز اتعمل برايك، هترفع من شان منطقتي. ايه الاضرار اللي حضرتك شايفها ممكن تقع عليهم؟ الاضرار بيئيه وصحيه وكل حاجه. تمام. كل حاجه الاضرار هتبقى في الشارع. وهل هيلتزم؟ احنا طبعا عارفين القانون الماده 15 في قانون البناء بتنص ان الارتفاع عرض لا يتعدى عرض الشارع مره ونص الشارع. عرض الشارع يعني اذا حضرتك انت بتتكلم في 8 متر يعني 12 متر، يعني هيبقى دور ارضي وثلاثه علوي و25% منافع. مظبوط. هل محافظه البحيره هتلتزم بالارتفاع ده ولا هو طلع ترخيص؟ يا شاب معاك ورق، فيا ريت حضرتك توضح لي بس. انا عايزه بس اديت ترخيص قبل ما نروح للورق. معانا مداخله تليفونيه مع استاذ عادل علام من مدينه دمنهور. استاذ عادل اتفضل. اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم، اتفضل. الله يكرمك، الله يكرمك، منوره الشاشه كلها. شكرا لحضرتك، اتفضل. هو حضرتك بس، هو الشارع من 15 متر. الشارع من 15 متر ل 12 ل 8. لما يكون ترخيص هيتاخد هنا رصيف وهنا رصيف، هنا بتاع متر رصيف وهنا متر رصيف، هيتبقى 6 متر. حضرتك لو حصل اي مشكله او مصيبه او اي كارثه، العربيات تعدي ازاي او تمشي ازاي؟ يعني انت يا استاذ عادل عايز تقول ان الشارع، يا استاذ عادل حضرتك عايز تقول ان الشارع بعد ما تحول لحاره الناس تمشي في الشارع؟ يا استاذ عادل ان هو هيفتقد لمعايير الامن والامان، يعني مثلا عربيه مطافيه كده ما تقدرش تدخل الشارع. بنفس الوقت. طب تمام. في كمان في جامع هناك جديد، الجامع ده مش بيتم المصلين اللي بتاعت فوق الجامع، فبنفرش بره في الشارع، مش هنلاقي مكان نفرش فيه، ده مكان تاني. فهو يعني، وبعدين المكان معمول ايه؟ بين حاجه السكه حديد القاهره وحاجه السكه حديد بتاع الزوق، يعني خنقه، وفي مساجد للشباب، وفي وحدات عسكريه، وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فتلاقي حضرتك السبب والتفكير اللي هم يخلوا الشارع صغير تصفيه ولا تمانية تيجي بس ايه؟ في اتخاذ القرار. ايه المطلوب يا استاذ عادل؟ استاذ عادل بعد اذن حضرتك، ايه المطلوب؟ ايه المطلوب يا استاذ عادل؟ اتفضل. بتناشد جهه معينه؟ لا انا 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 انا, أنا مش بتكلم، يعني انا صراحه المسؤولين يعني بيقولوا ان هم مضطرين يعملوا كده، طب مضطرين ليه؟ ما في اماكن ثانيه في دمنهور، في عند حضرتك الجراج بتاع المحافظه وبتاع مجلس المدينه ده الاف الامتار، طب نعمل عليه مبنى مساكن فوقيه ويفتح فيه جراج. تمام يا استاذ عادل. تمام. شكرا شكرا استاذ عادل، شكرا لاتصالك. استاذ حاج اسامه. ايوه. بيت حضرتك موجود هناك في المنطقه؟ موجود. موجود معامل رخصه ارضي وخمسه. باني من سنه كام؟ 2014. يعني حضرتك ينطبق عليك ال 12 متر. رخصتها يا باشا. مش رخصتها. مع الاعداد. رخصتها. لو سمحت عرضوها معانا. رخصتها. دي الرخصه اللي هي اللي تم اصدارها 2014. وكان وقتها عرض الشارع بقى 12. كان 15. طب بعد اذنكم، هو الاعداد بيقول ايوه.
لا يعني هو المباني ديت في كان في ترعه. طب انا لا هتاكد من الحاج رضا. يا حاج رضا دلوقتي الاعداد بيقولوا لي ان المباني اللي بتتبنى ده على 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 طول كيلو دي تحتيها كانت تتبع الري. دي مشكله بس انت لا. طب تمام 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 الاعداد تمام. اشكرك اشكرك. هنسمع الحاج رضا. المشروع ده كان فيه ترعه. تمام. كان ترعه عريانه. تمام. يما في 2014 برضو خلاها ترعه مغطيه وكل 50 متر عملوا بياره عشان لو الترعه سدت السلك. المجاول لما بيفحط الترعه بانت. يعني خلاص سامع الترعه كده. تمام. الترعه دي اسمها ترعه الشريف. انا الاعداد بيقول لي ترعه الشريف دي بتغذي اراضي حوش عيسى يا جماعه. ايوه بيقول لي ايوه لان الاعداد معايا بيبلغني ان الترعه دي يا جماعه شوف يا باشا شارع ترعه الشريف عرض قد ايه 15 متر 2011 هستاذن الاعداد معانا يعرضوا الورق لو موجود مع حضراتكم. ده الشارع شارع ترعه الشريف من عرض 15 متر. طيب اللي انا اعرفه يا استاذ ايناس معلش ان هو لا يجوز ان انا اقيم انشاءات مباني سكنيه او ارتفاعات فوق ترعه او لان معلش يعني هي غير مجهزه. ثانيا ان انا اقدر اعملها بالتنسيق مع المحافظه في بعض المناطق المستفاده منها. ما هو بص يا استاذ ايناس هو يعني بيبقى في معلش يعني ايه بيحصل ان لو في منفعه عامه ممكن اعملها محلات اعملها تزيين وتجميل لكن اطلع بيها بالزبط. ارتفاع وبعدين انا معلش الورق اللي الحاج رضا والاستاذ اسامه بيوريهوني هنا بيقول ان هم تقريبا هيطلعوا 7 ادوار. ارضه طب يا جماعه ازاي انا هخالف القانون ازاي؟ يعني انا دوله عندي سياده قانون مش كده؟ مظبوط. طيب يعني انا والمفروض الدوله هي اللي بتطبق القانون. مظبوط. طيب انا ازاي هخالف القانون؟ انا لما يكون عرض الشارع 8 يا استاذ ايناس يبقى مع الماده 15 اللي بتقول يبقى. مره ونص عرض الشارع يبقى اذا هتبقى ارض وثلاثه ادي 15 يبقى ارض وثلاثه. انا هنا الورق بيقول ان هم مطلعين تقريبا 7 ادوار ارض وثلاثه. طيب و25% منافع يبقى اذا بخالف القانون. بخالف القانون عندي هنا مخالفه قانونيه. استاذ خلي بالك ان في ماده من قانون 119 ل 2008 الماده 21 بتقول ايه؟ بتقول واضح نص صريح. ايوه. لا يجوز تعديل او تكسير او تعديل الا بشروط القانون. بالظبط بالظبط كلام مظبوط. ده القانون 119 منظم حاله البناء حاليا. ايوه تمام. اذا هنا في مخالفه هنا موجوده معانا. هي في مخالفه ومخالفه. طيب معلش انا عايز اسال الحاج اسامه انتم بداتم تتحركوا تمام ما خليناش باب لما رد فعل المسؤولين معاكم ايه؟ يعني انا عايز برضه لحد دلوقتي ما طلعش اي قرار. ما فيش مسؤول رد علينا الا المستشار وزير الاسكان. مستشار وزير الاسكان. رد كان رده كان بيقول يا حاج رضا انتوا قدمتوا شكوى والشكوى بتاعتكم واحنا مستنيين الرد. تمام. ولما اتصل بينا اول امبارح قال انا مستمر في تحقيق الشكوى. ادي رد مستشار وزير الاسكان. تمام. بس العمل شغال والمخالفه موجوده. والشارع 8 متر. والشارع 8 متر احنا مش يبنوا لا يبنوا براي بس احنا الشارع 12 متر. يدونا قرار ان الشارع 8 متر. لا مش هيطلع لك قرار ب 8 متر. يطلع لا يدونا قرار. مش هيطلع. خلاص اداره الهندسيه توقف العمل. طالما المستشار ادالك وعد ان احنا لسه الشكوى بيتحقق فيها يا فندم. تمام. هو الراجل بيقول الشغل واقف. الشغل شغال. ده العمل شغال. ومخالف. لو تم التحقيق في الشكوى وبالفعل في ما فيش اي مخالفه ما فيش اي جهه هيكون منها اي تقصير. ولا باب مسؤول لما دقينا عليه. الحقيقه كل الابواب قدامنا في الوزارات وفي المحافظه واللواء هشام امنه محافظ البحيره من اكتر المحافظين اللي بيستقبلوا المواطنين. هو اللي افتتح المسجد. اللواء هشام امنه دايما عامل يوم للقاء المواطنين. الحقيقه ديت انا باني مسجد في المنطقه. المسجد بتاع رب مرخص رخصه مباني. تمام. ده المسجد ده حضرتك بنيه يا حاج رضا؟ بنيه يخدم المنطقه دي. بنصلي وبنعمل مستشفى خيريه برضه. تمام. مستشفى خيريه؟ انا بنيه 3 ادوار والمحافظ هشام امن اللي جه فتحه. ادي رخصته مرخصه. تمام. ما خدتش 5 سم من الشارع. وسياده محافظ هو اللي جه فتحه. جه فتحه. اول راجل 2019. ايوه. هو فعلا رقم الترخيص 71 لسنه 2017 ترخيص المسجد. 2019. والاعمال المرخص بقى بناء دور ارضي. ما توجهتوش. مصلى ودور مستشفى. تمام. والمستشفى اللي هنعملوها ان شاء الله هيصرف عليها التامين الصحي هنسلمها للتامين الصحي واللواء شباب امن عارف بالكلام ده. تمام.
كان معايا في الجامعه وقلنا له هنعمله مستشفى وسلامات تامين الصحه. ما قابلتوش محافظ البحيره في لقاء المواطنين؟ مره واحده بس ومفيش حد بيقابل حد ولا لا. اللي هو حساب امن عامل يوم للقاء المواطنين. والله وادي موافقه الاوقاف اللي انا موافقه وزاره مديريه الاوقاف الجامع للمسجد. طيب هو كل ده الانشاءات الخيريه اللي حضرتك عايز تعملها تخدم المنطقه وكده؟ انا عاملها بالفعل. تمام، بس احنا دلوقتي بصدد مشكله وهي العمارات اللي بيتم بنائها حاليا. الظهير بتاعها السكه الحديد. طيب انا برضو الاعداد بيقول لي في حاجه، بيقول لي ان وكيل وزاره الاسكان هو متحمس جدا للمشروع. مظبوط، تمام، ده مصمم ان يخد. طيب تمام. لا احنا هنقول لا هنقول هنقول انا جابلكم الموقع مرتين. هو الاعداد بيقول لي ان هو كان هياخده 4 متر من السكه الحديد. ولكن هيئه السكه الحديد هيئه مستقله. مظبوط، قدرت تقف وتمنع، فاتجهوا ان ياخدوا 7 متر من الشارع ال 15 عشان يتحول من شارع عمومي لحاره زي ما بنقول. طيب انا دلوقتي برضه عايز اقول حاجه يا استاذ يا ناس، معلش. انا لما اكون على امتداد كيلو يعني 1000 متر حضرتك، وال1000 متر ده هيطلع مثلا عمارات تقريبا، انا شايف فيه 13 عماره وانصاص وكلام من ده. وبعدين الانصاص ديت انا معلش يعني هي جت نتيجه ايه؟ انه عشان يتفادى ماسوره الميه اللي في الري. اي الله ينور. الله صح صح. طب انا يعني يا استاذ اسامه انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضلي حضرتك. انا ملاحظه ان يعني احنا مش عايزين نبقى يعني، هم بيقولوا ان الشكوى لسه بتتفحص. طبعا لا انا بس يعني انا بس وجهه نظري، المعلومات اللي باخدها بالفعل. لا المعلومات اللي باخدها، العمل شغال. انا ليه الجا العمل شغال. انا معلش يا جماعه برضو يعني انا ايه، طبعا انا مع احترامي لكل الموجودين، انا ليه الجا لمكان طالما عندي فيه اماكن افضل؟ جامد. يعني انا معلش يعني يا جماعه، اصل انا شفت دلوقتي الرسم الهندسي يا جماعه، يعني هو انا لو حضرتكم تشوفوا كده معايا الرسم الهندسي، لو واضح هو شارع عباره عن ايه؟ عباره عن هو طبعا مثلث خوالقه، هو طبعا ماشي وبعدين لف تاني وبعدين. طب ليه يا جماعه، ليه الدورانات وايه الحاجات دي كلها؟ طب ما انا يعني هل ما فيش مكان تاني غير ده؟ هي بس دي الفكره. طب بلاش كده، انا الشارع لما يتحول ل 8 متر وعندي الارتفاع اللي هيعملوه 7 ادوار وعند حضرتك 5 ادوار يا حاج اسامه وعند حضرتك 7. طيب انا دلوقتي معلش لو عربيتين في الشارع افرش الشارع بلاش عربيات والمحلات اللي هتتعمل، ده المحل لو كل محل وقف عجله قدام منه سد الشارع. طيب احنا يا جماعه بلاش عربيات. الفكره كلها ان احنا كلنا في ظهر الدوله وكلنا مع الدوله. اظن شكل المحلات والمنطقه التجاريه اتغيرت. اكيد طبعا. لا احنا بنقول يا جماعه معلش، احنا نتمنى يعني احنا بنناشد كلنا المسؤولين، احنا عايزين الشارع 12 متر او 8 يديني ورقه تقول ان هو 8. طيب احنا كده معلش يا جماعه بعد اذنكم زي ناس هي الكره كده. اظن يا حاج اسامه اسعار المحلات اتغيرت طبعا في الوضع الحالي، بس دي بقت منطقه عشوائيه ما فيهاش محلات بقى خلاص. ده بقى كده احنا كده الرئيس بيحارب العشوائيات والحكومه بحاله شغلها الشاغل عشوائيات طبعا، وانا لسه بنعمل عشوائيات لتاريخ الساعه ل 2020 بنعمل عشوائيات. ايوه ده مستحيل. انت ليه بتقول انها اتحولت لعشوائيات يا حاج؟ يا باشا ده لازم عشوائيات. لا انا عايز تقول يعني ليه تجيب لي 400 مغرزه؟ ايوه هتبني لي هنا رغم مش هيطلع المنتج بتاع 400 شقه، ده مش هيطلع المنتج. تمام، الطرح حجمه مش هيطلع المنتج 400 شقه. تمام، مش هيطلع المنتج اللي هم بيقولوا عليه ده. تمام، لما تجيب لي 400 وحده لو ضربت الاسره في اربعه يبقى 1200 نفر. تمام مظبوط. لو 70 محل لو ضربت كل محل نفرين. تمام، والبشر اللي هم في الشارع 50 اسره. تمام، يبقى الشارع يعيش ازاي؟ لو مش على رجلهم الشارع مش هينفع، يبقى عشوائيات على طول. طيب احنا هنرجع تاني لموضوعنا التاني زي ما قلنا، يبقى عشوائيات على طول، البلد بتنشا عشوائيات. ما زال الشكوى بتتفحص من قبل وزاره الاسكان، احنا برضو هننتظر رد المسؤولين. او لو انت عندك مثلا في حاجه مثلا عايز تقولها دلوقتي، لو هتناشد محافظ البحيره اللي واقف، مفيش حد رد عليا. تقدمت للنيابه الاداريه بقضيه وخدت رقمها 870. احنا كمان يا فندم دلوقتي بعتنا لهم الاوراق وفي انتظار ردهم، بنشتكي فيها وكيل وزاره الاسكان مدير الدار الهندسيه. تمام، رقم 870 ل 2020 من الوقت مجلس مدينه. انت ورقك مظبوط، ورقك انت مظبوط، مجلس مدينه محل الشكوى ان تم التعدي على حرمه الطريق العام. تمام ورقك مظبوط، كان مطلع انت الترخيص زي ما قلت لي في اول مره مديره الدار، قالت لي انا مطلع رخصه الشارع بتاعي 12 متر. هو اللي خالف، واجبك انت تشوف مسؤوليتك الوظيفيه توقفي الشغل المخالف. تمام، رساله من حضرتك او مناشده للجهات المسؤوله، الجهات المسؤوله يعرفونا الشغل ده مخالف ولا رسمي. المخالف احنا عايزين القرار بس، يطلع لنا الشارع 12 متر. يطلع القرار 8 متر، يطلع لنا القرار نعرف حتى ياخدوا حقنا بالمحاكم.
الحقيقة من خلال بس مش هنسيبوه كده بالسهل يعني. إن شاء الله الموضوع هيخلص بالطريقة القانونية. اللواء هشام أمنة احنا بنناشده من خلال برنامجنا النهارده ان هو يلتفت لمشكله الساده المواطنين، لمشكله منطقه ابو الريش في دمنهور. حقيقه زي ما تعودنا من اللواء هشام امنه ان هو دايما بيستقبل المواطنين وعامل لهم كمان يوم في الاسبوع بيستقبل شكواهم. ويعني الحقيقه احنا بنناشده من خلال برنامجنا النهارده ان هو يلتفت للمشكله. ولا ايه يا استاذ اسامه؟ زي ما بقول احنا جابنا رئيس المدينه راجل محترم وجابنا في مكتبه وعطينا له الحياه الوحده المحليه في دمنهور كلها دايما بتكون ماده ايدها للمواطنين. الجمعه بعد الصلاه أيوة. رئيس الوحده المحليه عادل بيه المحاسب عادل راجل محترم وفوق الاخلاق وجابنا وعارف كويس كمان من البرنامج بوجه تحيه للاستاذ سمير ابو مصر. وما عجبوش الوضع الشارع 8 متر احنا شو عندكم؟ ما عجبوش ان الشارع 8 متر. ايوه قلت له طلع لي يعني هو تعاطف مع حضرتك في المشكله. قلت له قال لي انت عايز ايه؟ قلت له عايز لجنه من الاداره الهندسيه تشوف الشارع 12 ولا زي ما بيقولوا الورق بقى عندي معايا بيقول 12. هم بيشتغلوا على 8 متر ان شاء الله. من خلال البرنامج باذن الله هنتواصل مع الساده المسؤولين ومع الوحده المحليه في دمنهور. بالظبط. انا بشكر حضراتكم على وجودكم النهارده معايا في الاستوديو وبشكر زميلي العزيز الاستاذ اسامه. الحقيقه ان الوقت كده خلص معانا. بشكر الساده المشاهدين على حسن متابعتكم. وقبل ما اختم الحلقه بوجه شكر لاشراف عام والقائم على البرنامج الاستاذ حسن مسبيرو والمعده الجميله ياسمين هلالي، رئيس التحرير محمود امين، المخرج محمد كيلاني. اعزائي الساده المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم وعلى امل اللقاء وحلقات اخرى وجديده في من برنامجكم ايناس والناس. الى اللقاء.